هلو ليديز اند جنتلمان، كيفكم؟ شباب بخير ان شاء الله، كل شيء تمام. اليوم اعزائي الكرام كما ترون نزل حدث جديد، بس ولكن قبل ما نحكي عن الحدث الجديد اللي نزل، بعرف يعني شوي هيك يعني ساحب عليكم كثير هذه الفتره بهالقناه، لهيك لاعبين فري فاير حقكم على راسي، اسف اقصد اقول اوكي. خلينا نركز هذا الحدث اللي نزل جديد لنشوف الوضع شلون راح يكون. الحدث اسمه احتفل بالصيف واجمعهم. اوكي، عندنا اربع بناطلين لازمين جديد يا طيبين. اوكي، في بطار هذا الاحمر مو غريب علي، اللي هو هذا الاحمر. اوكي اوكي، عندنا هون بطار ازرق ثاني. اوكي، بطار اوه هذا عجبني، هذا حلو وباللوز، هذا كمان ماشي بوشي. هذا الاسود والاد هذول عجبوني. يلا يا طيبين خلينا نقول بسم الله. بس قبل كل شيء شباب الله يسعد ليكم، ياب قبل كل شيء دائما كل مره بقول يا شباب لا تنسوا تنزلون لتحت بالوصف، فتحت قناه جديده شباب فيها شيء مشكل. اوكي، اللي ما شافها يروح يشوفها يا طيبين، ويلا نكمل نشوف الحدث تبعنا. بسم الله ليتس جو، ولا تنسوا اللايكات واكسب صلاه على النبي. يلا جو. اوكي ايوه جميل، ليتس جو. اوبا اها، اعطوني التوكن. اوكي، هون عم يقول لك جائزه مضمونه في 30 ثانيه. ثاني شو عم بصير معي معلم؟ ماني بصحصح عشان لا تغزوني. اوكي ايوه اوكي، اعطينا التوك الاخضر كالعاده. يعني هلا 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 هل. يعني شوفوا شباب، هون عندي معلم 22 من 33، يعني لازم هلا اذا بضرب اللفه معلم بيطلع لي السكين، يعني مش لازم يطلع لي السكين، بس انا بعرف انه حظي زباله ما راح يطلع لي السكين، بعرف. شوفوا ايوه، لا والله اوه بلوز قولي حلو حلو. لا لا هيك تمام، هيك وضعنا تمام يا طيبين. اوكي، هيك صار عندنا، اخذنا هذا حلو، هاي جبنا اول واحد يا شباب. يلا نكمل نشوف. يلا 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 يا جميل. ايوه نشوف الوضع شو راح يكون. اوبا يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. لا لا عن جد معلم، كاتبين 30 لفه بتحصل على البنطال مضمون، ما في كلام. اوكي باقي لنا الاثنين نشوف. والله بيطلع هذاك الاحمر يا شباب، انا خايف يطلع لي الاحمر، فهمتوا علي شلون؟ ليتس جو بوي. طلع لي الاحمر، والله عارف ايش راح يصير معي. ها عارف ايش راح يصير معي لانه خلص يا جدك. اوكي هات نكمل نشوف الوضع شو راح يكون. ايوه يا جميل، هات نشوف. على فكره صار عندي كثير تون اخضر. ايوه طلع لي سكين لازم. هاي طلعنا الاربع بناطيل معلم، يا سلام عليك. حلو والله، ما اعرف كم صرفت على هالجواهر. اوكي في هون حدث ما كنت حاطه الايام اللي فاتوا، راح نجيب هدول. اوكي شوف حظنا معلم، شوف هالرقصة البطريق، بطريق ولا بطه؟ ما اعرف، اجيب توك الاخضر. ليتس جو بوي. ايوه يا جميل، شوف معلم الاخيره بس هاي شوي. دلجت دلاجة شباب، عبارة عن عشبة معلم، عشبة لا ورقة شجرة. حلوة حلوة هي. يلا نجيب الرقصة نشوف. ايوه يا بطة، بس كل مرة اوكي بطة جميلة حلو. والفي شيء كثير مهم شباب ماني جايبه، انه هو هذا سكيل جولد معلم. اي شوفوا شباب، ما كنت جايبه والله قاعد يروح علي. لا باقي 23 يوم، خلينا نشوف شو حظه بالجولد. واليوم شباب راح نركب بنفس الوقت، نستفاد بالبعض ولا نعرف الباقي لحد اسكليتر مش حاطينه. ليتس جو، هذا شوف سكيل جولد راح يطلع لنا هذا. والوال مين حصل عليه معلم؟ لحد مين مش محاصل عليه؟ مين مو اللي مو حاصل عليه؟ مو مين حاصل عليه؟ اللي متي صار له زمان يعني تاركه عليه، مالي عماله حارفه. اوكي وال الو تغتدر التربي، تغتدر الجولد راح تروح لي. ها الو لا هاي طلع لي سكين، وطلع لي سكين مالي خبر؟ لا والله
شباب انت قلت الوضع عم يروح. ولو ول 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 لك يا شباب كم بتلقى حركة ولا وحدة طلعت لي؟ شو عم يصير هون؟ ديم بس بنشوف انا راح حاطط لي هون اشوف ركز معك هون تلاقي ثلاث لفات عشان يطلع لي السكين. تمام هو بعد عندي واحدة مجانية. اوكي كيف عندي كم بطاقة باقي عندي؟ باقي عندي واحد لا اصبر يعني لازم يطلع هلا باللفة الأخيرة هاي. يعني عليك ها ها بلاش هيك تعجبني معلم ها كفو هاي يطلع لي السكين. صراحة ما اشبه شي السكين حلو تقييمي منه معلم ان السكنات اللوز اللوز يعني من 10 انا شايفه يعني بيستاهل رقم 6 من 10 صراحة. اوكي نرجع على البناطيل يا جميل البناطيل. اوكي هذا جبنا اول واحد الاسود تمام. ندخل هيك على التدريب هيك على الساحه التدريب نشوف بس شكله بالجيم كالعاده معنا. انا بحب دائما اجرب السكنات بالتدريب يعني اشوف شكلهم بالجيم فهمت علي شلون. اوكي عندنا هذا الازرق راح اقول اسود وابيض حبيبي والله عليكم. شكلي ساعتي بين مسح سلات تاخذوني شباب سمعي شباب قوتي معنا فقط جديد وعم نصور لكم مقطع. اوكي هذا الاسود باللوز وعندنا هذا الازرق. صراحه يا صراحه الصراحه الشيء اللي عجبني اكثر اكثر واحد بالنسبه لي هذوليك الاسود عجبني. اوكي هذا كمان ما يشبه شيء بس شو حاطين عليه معلم بطريخي ولا شكله معلم شو اسمه فيل 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 حبيبي والله. وهذا يا كاملين الاسود الثاني في اسود هذاك مخليه خطوط وهذا اسود الثاني ليش نفس الازرق دائما بس ولكن لونه اسود. اوكي والله هذا كمان ما يشبه شيء حلو 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 تغيرات معلم بغير شوي صراحه يعني هيك سكنات السامبل حلوه. انا اقول لكم ليش مو مثل بعض السكنات معلم بنسوي سكنات معلم فيها الوان واشياء وحبيبي والله هذا بعرف كل شيء يعني السامبل حلو معلم صراحه. انتم شو رايكم بالسامبل يعجبكم السامبل ولا لا؟ اوكي وعندنا هذا كمان الاحمر اللي صراحه كان عندي من قبل وما اعرف منين جبته. هذا الاحمر عندي من قبل ما اعرف منين جبته صراحه حبيبي والله. المهم ايمتى نزل الاحمر شباب؟ والله زعلان انا نسيان عن جد نسيان ايمتى نزل هذا الاحمر؟ اوكي طيبين الله يسعد لياكم ان شاء الله استمتعتوا معنا بهذا المقطع الخفيف اللطيف. بتمنى لكم يوم سعيد حبايبي وان شاء الله شباب يعني سبب انه انا عم بسحب شوي هالفتره انه بتعرفوا شباب القناه ماكله سترايك ومن ايام من فتره وماكله يعني في مخالفه باختصار. اوكي مخالفه ان شاء الله رح تنتهي هذا الشهر من هون لنهايه هذا الشهر. اوكي وانا صراحة يعني عم بنتظر هاي المخالفة ترجع يعني مو ترجع روح مشان نرجع لكم رجع حلوة ان شاء الله باذن الله تعالى. بتمنى لكم يوم سعيد حبايبنا. شو رايك شو رايكم بالمقطع؟ ما تنسونا باللايكات. شوفكم يوم سعيد. شوفكم انا بلشت انا شوفكم يوم سعيد. شو عم بصير معي شباب؟ لا لازم اروح ماني مصحصح ابدا. يلا سبعكم.